نروح بقى سريعا للدوري السويسري، ولازم برضو نلقي نظرة سريعة الدوري السويسري، تألق بسم الله ما شاء الله محمد صلاح ومحمد النني وأيضا كهربا في هذا الدوري. لازم نخلينا نبص أو نلقي نظرة سريعة، وأمامنا مباراة جراس هوبرز وبي اس سي يانج بويز، وفوز يانج بويز بنتيجة 0-1. والدوري السويسري بيكون من 10 فرق ولكن بيكون من أربع أدوار. أيوة بالظبط. أه بالظبط، بيلعبوا يمكن ذهاب وعودة ثم ذهاب وعودة مرة تانية 36 أسبوع بالكامل. دي كانت مباراة قمة طبعا، جراس هوبرز ويانج بويز الاثنين من فرق القمة. يمكن دلوقتي جراس هوبرز وصل بقى تاني 25 نقطة تجمد رصيده بعد الهزيمة دي، ويانج بويز وصل الثالث 24 نقطة. المباراة اللي قدامنا أراو مع بازل تعادل 1-1، دي يمكن كرة لمحمد صلاح طالب ركلة جزاء، واعتقد فيها ركلة جزاء صحيحة لكن حكم المباراة ما حسبهاش، ويمكن لاعب بازل اعترض على الحكم وخد انذاره، ممكن يتوقف كمان بسبب الكرة دي، لكن هي فيها طبعا ضربة جزاء. دي تسديدة تانية محمد صلاح جت في القائم. يمكن عايز اقول لك في المباراة دي ثلاث تسديدات لصلاح جم في القائم، يعني قائم حرم محمد صلاح من تسجيل ثلاث اهداف محققه، كان ممكن لو الحظ ماشي معاه كان جاب هاتريك. ده هدف تقدم لاراو طبعا، اراو من الفرق المؤخره في الدوري السويسري، كان التاسع قبل المباراه دي قبل الاخير، دلوقتي وصل الثامن. لكن تعادل مهم جدا يعتبر بالنسبه له نقطه ثمينه، لكن برضو بالنسبه لبازل دي الكره الثانيه بتاعت صلاح برضو في القائم اليمين، دي تسديده ثانيه مش ماشيه معاه. لا كانت في المباراه دي بالذات كانت منحسه معاه فعلا ثلاث كور في القائم، يعني سوء حظ غريب جدا. ودي الكره الثالثه فيه برضو في القائم لمحمد صلاح، يعني ثلاث تسديدات لعبهم صح لكن القائم حرمه من التسجيل. يمكن فعلا منحوس شويه في المباراه دي، بصت الشوط عامله ازاي، دي يمكن تسديده دي يمكن الحارس برضو انقذها، مع انهم فازوا عليهم في الدور الاول بنتيجه 3-1. يعني بقول لك لا اراو من الفرق القليله هناك، وكان كل الناس متوقعه بازل يفوز، لكن قدروا حتى يعني كويس ان هم تعادلوا. قبل برضو في الدقيقه الاخيره ماركوس تريلا طبعا المهاجم بتاعهم سجل هدف التعادل في الدقيقه 90. نقطه احسن من ما فيش، ان هم كانوا ممكن يخسروا المباراه دي، يخسروا الثلاث نقاط بالكامل، واستفادوا كمان بقى من هزيمه جراس هوبرز، لان جراس هوبرز هو اللي كان بينافسهم. لو كان كسب يانج بويز كان طلع اول، يعني التعادل ده ما فرقش معاهم كتير، حافظوا على الصداره. بازل 27 نقطه، جراس هوبرز 25، ثم يانج بويز الثالث 24 نقطة. ده مثلث أو الثلاث فرق بتوع القمة في الدوري السويسري.